مرحبا بكم سادة المشاهدين، مرحبا بكم سادة المشاهدين في حلقة جديدة من ملا ببليك نار. اليوم خاصة الأولاد، خاصة الأولاد شانعين اليوم، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. قلت لكم سادة المشاهدين حلقة نار، والببليك اليوم شانة خاصة الأولاد الرفيعهم، معناها عجبتهم حلقة اليوم، راكشين هكا فرحانين يستناو فيها، يستنى أول مرة الجمهور، ديما الجمهور تاعب يحب يروح، اليوم بالذات الجمهور يستنى في الحلقة، قال لك كمل الصباح يا كريم أنا معاك. تو تعرف عليه السادة المشاهدين حلقة سبيسيال اليوم. يعطيكم الصحة ميرسي. نفكر السادة المشاهدين كالعادة نلعبوا على الفلوس، الفلوس اللي باش تتلم وتمشي شراء المعدات أحد السبيطارات في المناطق النائية في تونس. اللي يحب يقسم زاد الفلوس اللي باش تربح اليوم يبعث إم على 85 811. خلينا نبداو توا باش نرحبوا بضيوفنا، واللي ضيوفنا يعطيهم الصحة معناها جاو على خاطر معناها الفلوس إن شاء الله باش تمشي في بلاصتها، وجاو على خاطر الهدف النبيل هذا، وجاو زادة باش يعملوا معنا جو كالعادة. سادة المشاهدين ريتو عملنا فنانين فنانات، جبنا القدماء في التمثيل، جبنا لي رابور، جبنا المزاودية، جبنا موزايك اي اف ام، برشا اعلاميين، كل شيء. اليوم حلقه سبيسيال وفكره انا عجبتني محلاها اليوم، نحبكم تفرحوا لي بحلقه الجميلات اليوم. الحلقه اليوم كان ما طلقتش ما عادش نطلق اليوم، نحبكم تصفقوا لي على فريق الغنجات. مرحبا بكم فريق الغنجات، سمر ماتوسي، ايمان الشيحي، سلمى الهنداتي، ساندرا الشيحاوي، وميسى الماجري. مرحبا بكم، مرحبا بكم. بالطبيعة ديما الصراع والدربي ديما من أول الدنيا لتوا، ديما الصراع بين الغنجات وبين لي بلوندات. ناهد نور الدين، مريم بن ملام، ثريا العامري، ويان يحيى، وملاك الوزلاتي. مرحبا بكم، مرحبا بكم. اليوم حلقة سبيسيال فريق الغنجات وفريق لي بلوندات بنارين اليوم. معناها الزوز زوز محلاهم وصحاب جو، كريتو في الكواليس قبيل عملنا جو ضحكه مش نورمال. مشيش تو في الكواليس شنعوا تجي لهنا تعطي لكم الحجم هكا، لقيتهم الكل صافي تقول في مكتب كيما قبيله كيما في الكواليس. مسياج نعرف تراك عادي وناس كبير قدامهم يدخلوا بعضهم حاجه عاديه نورمال، معناها العباد عاذرينكم في ديارهم. يا سمر مرحبا بك، مرحبا بك سمر، ايمان الشيحي مرحبا بك، سلمى الهنتيتي، ساندرا الشيحاوي، ميسى الماجري. هاكا كل مره باش يخرجوا بحذايا الزوز، رحبوا بهم ونشوفوا جديدهم وشنيا يعملوا. خلينا نمشيو للسؤال الاولاني، السؤال الاولاني تجي بحذايا سمر الماتوسي وناهد نور الدين. مرحبا بك سموره ناهد، مرحبا بك. يعيشك، يعيشك، شنو الامور؟ كل شيء لاباس. يعيشك ان شاء الله ديما لاباس. اش عامله سمر؟ الحمد لله. شنو الدنيا؟ اش فما جديد؟ عندك كل كيفاش بالفرنسي؟ سونتر دو تواليتاج. سونتر دو تواليتاج. تواليتاج مش معناها بخت فما عبيد ما يفهموش فرنسي، مش جاي التواليت معناها تواليتاج هي اللي هي بالحيوانات وحاجه محليه تعمل فيها برشا سمر. يعيشك. إيه عايشك، عندي قطوس ان شاء الله باش نجيب. مرحبا. والله العظيم عندي قطوس. مرحبا. هذا ما فهمتوش ناهد، قطوس ما شبيه ما يكبرش ولا هو فترة التزاوج بالحق معناها حاجة حاجة إنسانية، خلينا نحكيو معناها حاجات سيونتيفيك. هو فترة التزاوج يجي للقطاطس يبدا يوقف ما يقدر كيفاش معناها، وأنا نعدي بيه صغير يجيب له قطوس كبر يبدا يعمل لك هاسي له نجيب لك إن شاء الله نحبوا هنالي يروح لك القطوس بالحق. مرحبا بك سمر. ابار ساش عندك سمور، انت خدمت معايا قبل في دنيا اخرى وسيكونس، خدمت معايا برشا سيكونسات، اما اكثر سيكونس قلبت الدنيا ميمي هذيك. كلبت كيف الدنيا ميمي هذيك؟ كلبت المخرجه، كلبت المخرجه نتاع البرنامج ميمي هذيك اللي ضربها صادق حلواس مع الحيط. برشا قالوا علاش يضربوا في الحيوانات، راهو دبدوب جبناه مش الكلبه بالحق، سيكونس تاع ميمي ونعمل لها في التنفس استناء. ميمي تتفرج فينا توا، عندك انت الفو بروفيل، انت ربيت ميمي شو اسمها؟ هي الفا اليوم فضحتني راه، ما انا هذيك نتاعي ميمي، هذيك هي نتاع دنيا اللي صورنا بها نتاع دنيا اخرى نتاعك، هذيك خذيتها لا هذيك نتاع المخرجه، اما ميمي الحقيقيه هي نتاعي. مرحبا بك، مرحبا بك يا سمر. ناهد وينك؟ شنو احوالك ناهد؟ صافا الحمد لله. ناهد السنه اللي ما
يعرفوا اللي حتى اللي ما يعرفش الاسم، احنا معروف هو اسم هنيهد وخاصة في الدومين، ما نتصورش فما شكون ما يتفرجش في نهد ولا ما عرفش وجهه كي راها تو في التلفزة. خدمت برشا أعمال تبارك الله من عام أنا ملي كان ما نحبش نكبرك أما عندها ياسر تبارك الله ملي صغير نتفكر تعجبني ملي عمري 14 سنة وأنا نخدم أي تبارك الله جيت مع صفوة القشيري وعندك الزعبين نتاعك معناها سبيسيال سبيسيال معروفة بالزعبين نهد الزعبين اللي يقول الزعبين يقول نهد فهمتك الضحكة متاحة في الكاميرا كاشي وفي برشا أعمال أي بيك. مش كان الكاميرا كاشي شوف في حال سبيل عزيزة وحكاية العروي وعودة المنيار وعرأس منتين أنا وهند صبري ونوري بوزيد حتى في دين أخرى خدمت معنا مع باديس هذيك متخبين مع باديس متخبين أي ونقسمة فوق الفرش زيدة تعيش في إيطاليا نهد اي انا نعيش في ايطاليا وعندي لا ناسيوناليتي ايطاليان دايوغ سي بور سولا شاك فوا يجيو باش يعيطوا لي لا نهت في ايطاليا لا نهت في ايطاليا لين العباد المخرجين يوليو يسخايلوك في ديما في ايطاليا ما تجيش لتونس وانت تجي لتونس نجم تخدم معناها تجي وتمشي بيان سور نجم نجي ونمشي ونخدم فما مخرجين يعرفوا لي انا نجي معناها قداش عشت من عام عندك في ايطاليا تو 14 سنه تحكي ايطالياني بارلا ايطاليان ما تشاتو كي بارلو الايطاليان عمني نابوليتانو ما فا ماما مي موزاريلا من فوق والله العظيم انا عمني وخدمت في الحرقه ما تفرجتش فيا خدمت الشقف لا انا خدمت دورها مزيان في الحرقه انا خدمت في التشينترو في التشينترو في ايطاليا تحكي بالتالياني الايطاليان اللي تبيع في الصغار نتاع دورك ممتاز دورك ممتاز هو مادام خمم فيك لسعة دوسلاتي خاطر يعرف امكانيات كيفك كممثل في المايسترو مديرة الاصلاحيه نتاع البنات وفتحي الهدايا مدير الاصلاحيه نتاع الاولاد بتفكروا الدور نتاعك والحرقه الحرقة برك الله عليها ناهد في من رغم اللي انت في ايطاليا معناها وقاعده تخدم وتنشط الحمد لله يعني نجيب كان العباد راهي اللي تخدم واحد انت كعبد ما يعمل في شيء تجيبه انت عباد هكا كارير خدمه خلينا نمشيو نبداو في السؤال نشوف السؤال الاولاني قداش فيه من اقتراح في ستة اقتراحات يديكم ورا ظهركم سمر وناهد زوزة يجينا زوزة اي يديكم الزوزة ورا ظهركم اللي ينزل على البوزيور قبل هو اللي يجاوب قبل السؤال يقول سألنا 100 تونسي في موعد غرامي شنو هي الحاجة اللي كي يعملها الراجل للمرأة تعتبره غالون سمر قبل سمر قبل سمر جيب لها وردة حمراء جيب لها حمراء وردة وردة حمراء حمراء كان جاب وردة خضراء زرقاء ماهوش غالون يجيب لها وردة حمراء لازم وردة حمراء يجيب لها وردة حمراء سمر فك الايبوك القديمه الرومانسيه القديمه ناهد معاونه حد وحده وحده يحللها باب الكهرباء قبل ما تطلع للكهرباء يحللها باب الكهرباء قبل ما تطلع للكهرباء يحللها باب الكهرباء قبل ما تطلع للكهرباء نشوفوا موجوده ولا يحللها باب الكهرباء هما موجوده يحللها باب اه تفرج تفرج المدرسه عاجب ربي تعليم يحل لها الباب ما قالوش باب شنايا ما يحل لها الباب باب الكهرباء باب يحل لها الباب مرحبا بك مريوم حسب رايك اعطينا حسب رايك شنايا الحاجه انتم عاد تعرفوا اكثر مني حاجه كيعملها الراجل تظهر يظهر قالون تحس ينحي لها المونتو نتاعها ينحي لها المونتو الكبوت ينحي لها الكبوت ينحي لها مونتو مونتو فاتشيتو مونتو موجودة يلبسلها يا كبوتة ولا نحيلها كبوتة فما كل ياش قوتها يا حيت كبار أما صحيت الزوز يا ينحي يا يلبس الزوز صحيت إذا نحيت لبس إذا لبست نحي هذاك أنا راجلي نحي لي الكبوت يعني خبر عاجل راجلها ينحي لها الكبوت ما في بالناش بها المعلومة في التلفزة تتقال أول مرة قالت لك أنا راجلي نحي لي الكبوت معناها هاو التوانسه تشوف فيها راجلها ينحيلها في الكبوت راهي مريم بن ملام ثوري اهلا وسهلا شنو احوالك ثوري؟ الحمد لله يعيشك ثوري يبوسها من يدها يبوسها من يدها يبوسها من يدها اما نتصور من اول الموعد يبوسها لازم معناها نتصورها مش بعد ما تفطر تديها بسلطه بشوي مش قبل ما يدوب ما يراها يبوسها والله يبوسها في كل وقت كل وقت والله في كل وقت تبدا غطسه اللحمه في مشوى تبدا غطسه في العصبيه والشحمه نتاع اللحمه تبدا سي با جولي سي با جولي سي با جولي انا من الاول يبوسها من بعد يبوسها من يدها جاي ربي لا تعملها بيان سور يبوسها من يدها يبوسها من يده يبوسها من يده انا نقول يوكلها
يوكي 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 إذا وقها معناها هيدا وقها جيب لك قد ما خاطر إذا وقها إذا وقها يوكلها وينحي لها الكبوت ومن بعد حلل الباب اتعلم يا كاين يوكل ويوكل الكبوت ويشرب ويبوس من اليد ويحل في البيبان معناها الظاهر هذا مش ناوي على الواحد مش ناوي مش مراته يوكلها قال مالك قالت يوكل إذا وقها يوكلها ماهيش موجودة بالرغم راهي صحيحة احنا فادك يوكلها كذا يوكلها شوي يذوقها مثلا حاجة وتذوقوا هي واحد اما كان في الخطبة ما خيبة في الفيونساي برجولية ما عادش تعملوها راهي حاجة قديمة يبدا المور سوقات له عاملة هكا هو عاملة لك المصور يبدا يعمل لهم زيت قرب له ذيك مانيش ني المتعة فيها وكل تبدا تعمل لك ويجيبوا له بابي يمسح فم ما عادش فازة راهي تبدا تشرب فيه واحد هذيك خايبة لا مش هكاك وئام حسب رايك يجبد لها الكرسي كيفاش تقعد يجب دلها الكرسي ايه يجب الكرسي هاك يجب دلها الكرسي باش تقعد يجب دلها الكرسي باش تقعد نشوفه هي ايه كرسي ولا لا يا صحيح نايس يجب دلها الكرسي هاك باش تقعد هكا واحد ينحي لها الكبوت قالوا يبدا جونتي واحد محلي ناهد نرجعوا لك ناهد شعل لها السيجارو شعل لها السيجارو تبدا يعملوا شعل لها السيجارو شيخ عليه هكا يا مريم عليه هكا يا مريم موجود حضر رواحكم فريق الغنجات حضر رواحكم مريم شومي يبوسها من جبينها إيه من جبينها إيه خارج إيه مع خالته يبوسها من جبينها يكب عليها يعني ويكب عليها يبوسها من جبينها يبوسها ما يبوسهاش من جبينها عندكم إجابة واحدة إذا أعطيتونا إجابة النقاط الكل باش تمشي شو هي؟ إن شاء الله كور اوكي يخلص لاديسيون هو يخلص هو يخلص كمل لبس واحد هو يخلص لازم هو يخلص ويتك من بعد هو يخلص وديما مش عاجبهم ديما رجال خايبين واحد خلص ونحي الكبوت وطلع بوس من يد بوس من جبين وهيك عامل هكا هذا الكل يتعارك مع السيرفير ومن بعد عجبك ما عجبنيش خارجه خايب خلينا نشوف يخلص ولا هو يخلص خلينا نشوف برافو هو يخلص ثمانية نقطة مشيت للغنجات دخول بقوة دخول بقوة بالغنجات معناها ريتو انتوما اش عملتوا طيبتوا لهم هما كلاو ريتو لميتوا لهم اللي جابيت لا ثريا لا غالب ثريا غلطت لي انتوما لميتوا لهم كل شيء عطاو إجابة واحدة مالا تكنيك خدموا بها إجابة واحدة النقاط الكل مشات لهم قعدت حاجة بركة أكيد معروفة معناها شنو قعد نشوفوا في المرتبة الرابعة يعطيها كادو بيان سور قال اعطي كادو هكا حاجه عملتي المشكله قبيله سمر قلت كادو ورده حمراء كان قلت يعطيها كادو حاجه تتعاد ورده حمراء رجال تويسا ماهمش ياسر قالوا ماهمش ياسر في الحاجات هذوما رجال تويسا ماهمش ياسر قالوا ما يخموش في الكادو في اول نهار ولا ما يخموش حتى اللي نعرفها مش يضرب عليها من الاول كيفاش تظلموا ولا تظلموا فيهم رجال تونس كيفاش ماهوش قالوا والله اش نقول لك ريت انت رجال جنسيات الاخرين رجال تونس انا اللي راه فيه بالفعل مش بالكلام ريت انت مثلا جنسيات الاخرين في بيعان الكلام ما يقدم حد حبيبتي تقبريني وواحد والكلام هذاك الحلول الكل احنا المراه في تونس ماخذه حقوقها بالحق بالكلام وديما تستحق راهي المرأة قد ما تعطيها حقوقها ديما تستحق ما خير. نقصنا الكلام الحلو، الرجل التونسي ما يقولش كلام حلو. تحبوا كلام حلو؟ والله العظيم والله ما نهبلكم اليوم كلام حلو، والله عندي شكاير كلام حلو تعرف خارج بها كلام انا كي نخلق الجمهور نقولوا في كلام حلو، كلام حلو خاصة من بعد شو من بعد ساعة أخرى ساعة أخرى في الريجيج يقولوا لي في كلام حلو ولا تستحق المرأة بالحق. ما نحبش هكا اللي نجيبها راهو زعما انا خاطر قدام نساء واحد انا خاص لي عنفو نساء خليني ميساج قدام نساء مزيانات نوصلوه سيلفو بلي معناها بالحق فو لي زوم فو لي زوم سودا بارفوا تي تروف ان هوم كي فراب اون فام سي با بيان بالحق جو بارل سيريوزمون ولا جو بارل سيريوزمون اون فراب با لي فام اون لي دون دي بونبون اون لي تريت كوم دي برانسيس ميرسي اكثر شي من هكا المرأة راه ما تتضربش، المرأة الكلمة الباهية وهذا الكل اللي حكيناه احنا نفاد لكم بيان سور راه محليه محليه بالحق تستحق خاطر المرأة تعيش برانسيس، كان لازم تفرش لها القاعة قتلنا تمشي عليها المرأة يعيش ميرسي بوكو ميرسي بوكو خلينا نمشي للسؤال الثاني
السؤال الثاني تجيب حذاء إيمان الشيحي ومريم بن مناو. أمونة مرحبا بيك، مريم مرحبا بيك. إيمان في ميركادو تبارك الله مكسر الدنيا، معناها برنامج محليه. لا محليه برنامج وماشي وناجح. قلت لي فما احصائيات عملته، شكون عملهم واللي انت عملته؟ والله نحتفظ بالمصدر الاحصائيات، معناها سا بروف اللي احنا ليميسيون تيلي اشا نيميرو 1 في تونس كامله. بيان سور. فما جديد. تيلي اشا برافو ايمان، مواتيك اللي تعمل فيه الكل محلاك. فما دي سوربريز في رمضان، فما دي كادو، فما حاجات اللي عمرها ما تعملت في حتى تيلي اشا، قاعده ديجا تتعمل. ومفاجات اخرى كريم. لا وعندها حاجه ايمان تقنعك، كي تبدا تحكي لك على حاجه بالحق تقنعك، معناها بتحب تشري مقفول ولا عادي تشارك في بنك، معناها تبدا كي تحكي عندك طريقه محلاها، كي تبدا تحكي على البرودوي تعرف كيفاش تبيع، تعرف كيفاش تبيع. لا هو سانسيغمون كريم مش حكيت بيع، خاطر احنا نجربوا اون في اون سيليكسيون، معناها ما نحطوا برودوي الا مجربينه، دونك تلقاني مجربت وعرفته، دونك كي تبدا صادق الصدق يخرج. صحيت صحيت. منى مريم وينك؟ ذلتينا بمصر وانت يا حبايبي. انا في النيل دلوقتي ولا تحكي بالمصري؟ سبحان الله يا ودي تويز، مشيت لمصر درجين نخزلها في الطياره الاربعه الاربعه وربع. لا انت من دوما خلت الاربعه وربع ولات مصري. انا في النيل دلوقتي يا حبايبي، يا حبايبي كويسين وازيك، وانتظروني مع فلان. وين ومريت حتى فيلم وكيك ودوري وين، مريت افلام مريت مسلسلات مريت كليبات، ذلتنا بها مصر وهبطت لي ستاتيو مره. انا ما نسالكش مره عملنا سكتش على محمد صلاح، هبطت لي ستاتيو دافع على المسار وقالت لي قالت هكا والسفاره والسفاره حشمتونا، قالت مع المسار وهي تواسه حشمتونا، انا مصر حشمتونا، قالت مصر ودرا شنيا. قلت هذه يا مريم بالحق عندك اش تلقى اش تلقى اش اسمه هند صبري واد وبعدها مريم. ما فماش حاجه جديده ان شاء الله، رانا نفرحوا لك انا واحد من الناس تعرفني نحبك نفرح لك كي نراك حاجه. كلنا رانا نحبوا مصر، نفرحوا معاك مصر بلاد مصر ام الدنيا ام الدنيا واصحابنا وكبرنا على الافلام نتاعهم. كي مشيت غادي لقيت جو، انا عندي اربع سنين كريم راني عايشه غادي معناتها، وجات البيريود نتاع الكورونا ورجعت معناتها ومازلت كي جيت. ان شاء الله فماش حاجه جديده نحبوا نتفرجوا فيك بور لو مومون شيء لاباس. والله مريومه كان تمشي تقلب الدنيا، غادي تدخل رسميا نفرتيتي غارت مني، غادي نفرتيتي واحد بازك الممثلات ابو الهول تعب شوي. ابو الهول تعب هكا، خلينا نمشيو توا مادام ابو الهول تعب نمشيو للسؤال. نشوفوا السؤال بين مريومه وايمان، السؤال قتل فيه من اقتراح، ست اقتراحات. هيا مريومه السؤال يقول نشوفوكم تقدروا رواحكم ولا عادات وتقاليد نعملوهم للمولود الجديد. ايه هاي الزرير. صحيت الزرير خاتمي مشي الزرير خالص مريم. الزرير نعملوهم للمولود الجديد. شوفوا الزرير وحدك ما غير ما انا لا 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 وحدك مش موجود الزرير، مش مش مقلوس الزرير للمولود الجديد، نعملوا حاجه نعملوهم للمولود. مولود ما قلتيش الكيستيون بالكدالي، هذا الاخرين نعملوهم للمولود الجديد. بالمصري انت تفهم بالمصري جديد كي تولد بنعملهم للمولود الجديد. يا سبعه نعملوا له سبعه كي تولد مولود جديد، نعملوا له سبعه كي تولد مولود جديد نعملوا له سبعه. سبعه السبعه برافو ولا ايمان ما تصدقش. سلمى حسب رايك حاجات نعملوهم للمولود الجديد وعملوهم من واحنا صغار غير ما وعملتهم انا لبنيتي وسيم. اي ربي فضلهم قمطتهم القماطه. هاي القماطه شوك اللي يعملوها هكا يقعد القماطه مقمط هو عليا حاجه اخرى حاجه اخرى غريبه مش اخرى. لا باش نتعدى مع ساندرا تحلقوا تحلقوا فيها هذه تحلقوا الحلق بالريشه ينحيوا له بالريشه يبدا عنده هكا حاجات في صدره. دخل له ريشه في جريجم واحد تحلقوا له بالزيت زيتونه فزه هكا تحلقوا بالعسل برك الله اسمها هذين حلق تعرف تحلقوا تحط له ريشه تحط له فوالا تحلقوا برافو تهز له حلق تهز له حلق تهز له حلق حلق وطايح تهز له حلق يعمل لك حلق ويتهز ميس وحدها واحد ما بعضنا روحنا نعرف ليه توا كل واحد واحد من بعد تتشاركوا في القلب اذنوا له في ودنه اذنوا له في ودنه اذن له بوه اذن له في ودنه اذنوا له في ودنه قولوا له الاذان في ودنه
حضروا الواحد حضروا الواحد بلونديت سمر حسب رايك مش موجوده وحدك سمر واحد يعملوا له الفليو في ساقيه هما افنوا له محضروش يغلفوا بالفليو في ساقيه في ساقيه قالت له ضحكت سمر يغلفوه بالفليو يعملوا له زيت زيتونه فهمك يعملوا زيت زيتونه على راسه عندك بر طفل وتو جاوبتون قولي طهروه وحدك سمر ولا وحدك باش تطلع ايك سمر يغلفوا بالزيت اوكي ترضعوا امه ترضعوا امه امه ترضعوا ثم يهبطوا ايش موجوده الشقراوي تعطيوني اجابه النقاط الكل تمشي نورمال ما يحطوا له خمسه وحوته وقرنق زيل على العين هذوما الكل نقيب تخرج نقيب قراد بدون ما يتولد خمطه وقرنق زيل هي المحطوطه راهو في ماسك واحد يعملوا له حوته وخمسه وقرنق زيل على العين على العين حاجات عليه نشوفوا موجوده يا عاد بقال واش تويت 28 نقطه مشات للغنجات هما الكل الاجابات نتاعهم بالنسبه لي انا منطقيه معناها بيبي صغير لازم القماط حاجه لوجيك تحط له حاجات على العين معناها منطقيين ترضعوا امه اما التوانسه كي سالناهم لعل عادات وتقاليد نعملوا مولود جديد شنيا مشى في مخاخهم شنيا اللي جاوبوا خلينا نشوفوا في المرتبه الاولى في المرتبه الثانيه انتوا ما قلتوا الفلايو عاد ما قلناش نقولوها بعد قلنا حوده وخمسه في المرتبه الرابعه التحصين خاطر يحصلوا كركوش في المرتبه السادسه يجري على التور لا فضل يعملوا التور فضل يطهروا بزاف تونس بالحق معناها اكيد باش يشاطروني اللي يتفرجوا فيا فما شكون يطهر ولاده مازال كي تولد يلعج عليه ديريكت 111 نقطة هاي بلونديت تولي كيما كشعار صحيح ليه احنا قاعدين صفر نقطة شوية بشوية خلينا نمشيو للسؤال الثالث السؤال الثالث جيب حدانا سلمى الهنتاتي وثريا العامري عسلامة سلمى سلو هكا كل روح رياضية مرحبا بكم احنا زملاء مرحبا بك سلمى شنو احوالك شنو الامور شنو الدنيا الحمد لله متألقة متبع فيك سلمى في الراديو يعيشك من غير ما نعملوا شهر للإذاعة هي اي اف ام في اي اف ام متبع فيك بالنسبة للأزرق انت ظاهرة بنت اي اف ام وعندك وين اخر زاد برنامج في التلفزة زاد في الصباح تخدم في الماتينال اي كنت في الماتينال مع التاسعة مدام سوليوشن مدام حلول معناها مدام حلول اي شنو تعمل في اللي يعرفوش معناها يعرفوا معناها تعطي الحلول فوالا هو تعطي الحلول للمراه اللي في الدار اذا ناقصها الكتروميناجي ولا حاجه دونك انت باش تعطيها الحل وبصوم يكون صوم ماكش بعيد على ايمان معناها قراب لبعض اي انا وايمان صحاب دونك معنا في الميركادو وبريزونتابل سلمى ومحلاك معناها ونتبع فيك على انستغرام يعيشك والله حات لي عامل لابونمون حتى انا نتبع في مرحبا بك ثريا شنو احوالك؟ محلاه البرنامج نتاعك؟ عندي برنامج اسمه زين وعين كل نهار سبت 9 نتاع الليل ونوعاتي اجتماعي في دي بون بلان هكا في برشا حاجات الانسان الرجال وربي معاك وربي يعينك ان شاء الله عايشك ثريا ويا سلمى خلينا نمشيو للسؤال نشوفوا قداش فيه من اقتراح في ستة اقتراحات السؤال يقول باه السؤال يديكم ورا ظهركم حاجة حاجة كي تبدا عند الرجل تزيد في جاذبيته وكي تبدا عند المرأة تنقص في جاذبيتها سلمى يعني اقتراح في الجاذبية يعني قطعوهم الوحدين نبدا بك انت سلمى سلمى وحدها ما يعاونهم حد الطول لا وحدك وحدك الخشن والطول موجودة الطول موجودة اقعد ثريا نجم تعطي اجابة اقرب اللحية 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 مرا باللحية يعني اللحية قالت حسر الفات اللحية اللحية شنيها في المرتبة الأولى نكملوا معاكم صحيح ثريا نكملوا معاكم اللحية ملاك حسب رايك خايفي ملاك عندها لحية ما تجيش معناها اللحية قرر نتغير مخي تعال تخيل في روحك عندك لحية عاود سؤال بربي السؤال يقول عاصمة الكونغو تو جابت وهي وراتها فاست اللحية نسمع فيها اللحية تعمل لها اللحية أنا
انت قلت لها فاست حاجه كانت تولي عند المراه تفقد الطول واللحيه. هكا سلمى قالت الطول وقالت اللحيه الثوريه. حسب رايك حاجه مش حلوه عند المراه مش كيما عند الرجل. هي تو ملك تنجيك ساقي الكبيره ايش نقولها ديجا معناها عند الراجل ياسر اغراس يا كبيره كذا 43 43 يلبس 77 ها ولا صباع يعني عند الراجل مشكله عند الراجل زي دي بيا صباع راس بي بي صباع الكبير راس بي بي انا تعجبني ساقي كبير صباع صغير وكله تعجبني ساقي كبير خلينا نشوفوا ها تعجبك ساقي الكبير كل واحد وذوقه عند خلوني كريم مالك وعندك ساقي كبيره تقول لك ما احلاه انا ساقي كلمه كبيره الساقي الكبيره قالت مالك قالت انا يعجبني الراجل ساقي كبير ايش موجود؟ هي هي من بعد وتنجيك قانون خلقته وحدك من بعد تنجيك يكون مشكلي مثلا مشكلي المراه كي تبدا مشكلي مشكلي مش حلوه مش حلوه فلا نشوفوا مشكلي بيان سور العضلات معناها كسكس شكون يحب البنات اللي عندهم العضلات معناها كيما انيس في الصو معانا وحمزه يعشقوا عضلات ديما انيس يقول لي معناها يقول لي معناها يحب شكون العروق واليدين الراجل محلاه وفما بنات يترانيو معناها مسكولاسيون تبارك الله كيف الاولاد اذواق هي اذواق اما بالحق تكثر تبدا معناها عضلات تك وشيء مخدوم تحسها نتاع نساء اكثر اللهم السبورتيف البروفيسيونيل هذاك حاجه اخرى معناها ناهد حسب رايك الشعر في البدن ما يلزمش المرأة تكون مشعرة والرجل عادي كي يكون عنده شعر في بدنه فهمتك تامر حسني نشوفوا نشوفوا موجودة ولا والله الشعر في اليدين بالحق فما شكون يحبوا معناها كي تراها عبد هكا اذواق فما اذواق فما نساء يحبوا تبدا في قام واحد مش عارف يدي تبدا اي ما الفرق مش نورمال فما تحب العروق في اليدين اذواق معناها كل واحد وش يحب فكرت تو لوتوريزي الشعر ما لا فلي ليه كي تبدا هكا شعر سي با جولي مريومة السمايل نتاعو سنيه بدو نظاف ها هاي ايوه الطفه تولي خابس اه كتولي سنيها بيض لا لا ما ضحك وقالت مريم شوف ما ضحك هي كي تولي عندي حاضر روحكم الغنجين صوت خشين صوت خشين صوت خشين هي واحد مش خسركم لازم صوت خشين صوت خشين معناها طفله هلو حبي ما تجيش صوت خشين صوت خشين قالت ثريا صوت خشين والله مره طفله قالت لي نعشق امك والله لا هربت والله العظيم هربت مليك الحوايج بالخشين مليك الحوايج بالخشين وحدها 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 قاعدين تتشاور وين القانون كل واحد واحد عاود السؤال السؤال حاجه كتولي انا تاخذ في الوقت انت غزولي تو تفكر ترى الجاذبيه الكل اللي عندي انا الكرش 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 كتولي عندي فما جاذبيه عندي صحيح اي يحب الكرش شوف الكرش بس صحيحه صحيحه حوايج ماهيش موجوده كان تعطيو اجابه واحده تو قاعدوا في السفر كان تعطيو اجابه واحده تمشي لكم 100 نقطه كامله هذاك هو قانون اللعبه حضروا لكم كل شيء قاعد الاجابه واحده شنو قاعد ساعات كيبدا راجل اصلع يبدا شارمون على الاخر خان غازي دونك صلعه صلعه مرا ما تجيش مرا ما تجيش راجل كي يبدا اصلا كان غازي كان غازي قالوا البنات معناها يبدا شارمون كان غازي نشوفوا الصلعه يا رب ما فماش الصلعه 74 نقطه مشات للصلعه للشخراوات 74 111 الاحمر بارتي قراب لبعضهم نشوفوا الاجابه اللي قعدت قعدت حاجه بركه حاجه عند الراجل كي تولي عند المراه تولي ماهيش حلو معناها ماهيش جاذبه تفاح مش مسلسل هذا تفاح مسلسل مصري تفاحه ادم اللي القرجومه معناها جاذبه هذيك بالحق ما نفهمش انا نسيه بالحق ديما كيك انا عملت لا لحظه لا لحظه خلينا نسالهم بسيريوزمون بالحق انتم نسيه وتعرف هذيك تفاحة آدم انتم عند نسيت ما تعجبنيش سي با فري ما تعجبني هي فما زوز زعما اللي ميالس انهم فما زوز قالوا تفاحة آدم
تحب واحد يبدا هكا رقم ديجا فما اللي فما ما عندهاش هذيك خاصه من خاصيه الراجل الراجل زيدي بيا واحد عنده قرجوه اسمع فما اللي تواتي وفما اللي لازم راجل تبدا عنده تفاحه انا ما تعجبنيش اما ما تنجمش تكون لنفه عندها تفاحه ادم فما شكون فما شكون كاليتي دو لوم ما فماش تفاحه نقصد فما شكون عندها اختي ليف داكوغ بس تشوف احلى فم فما زوز فما فما زوز قالوا تفاحة آدم اللي تحب تفاحة آدم تهز يدها باش ننظموا القطاع قالوا كانوا لهنا وحتى الجمهور كيف كيف فمش واحدة رهب حتى الجمهور قال لك كيف كيف معناها الزوز اللي سألناهم ضاربين من 100 اللي سألناهم فما زوز يحبوا التفاح قالت لك هذه بتاع الراجل زوز يعجب باش نعملوا لها مانيش عارف عليها تحب امورها معناها حاطين لهم باش ما نظلموش الاقليات احنا برنامج اقليات فما زوز يحبوا ما نظلموهمش يتفرجوا فينا وقالوا رانا نحبوا تفاحه ادم وحطيت لي الاجابات نتاعكم يحبوا زوز فما عباد هاي تحب ساقين كبار الطفله كل واحد وكيفاش فما اللي يحب العروق فما مش عارف مالي والله العظيم الاذواق خلينا نمشيو للسؤال الرابع السؤال الرابع جيب حدانا ساندرا شيحاوي وملاك الوسلاتي مرحبا بكم هيا ملاك اهريك مرحبا بك ساندرا مرحبا بك ملاك ساندرا يعني الجمهور معناها اختلف بين ساندرا ساندرا وملاك ملاك مقسومين كل واحد اللي عايق ساندرا ساندرا ملاك ولا ما يتكلم حد جوست هذا اللي عايق ساندرا ظهر فان وحده بركة وحده بالله عايق وحدك عايق وحدك ساندرا ساندرا بالله عايق فما واحد كان معناها هو يقول هو كل الحب يقول اما صوته صوته معناها قال لي لك تفاحة آدم تحس عندك ساندرا تحس هو اللي يبيع في ساندرا ساندرا برشا حب ربي يخليكم لبعضكم برشا حب مرحبا بيك ملوكة ساندرا شنو الامور شنو الاحوال شنو فما جديد بالليل تسالني شنو عندك جديد علاش؟ ما عندي شيء جديد عادي نورمال صحيح وديما اللي يجيونا معناها ما نحبش نكذب ما جديد معناها ما نحبش نكذب ما عندي شيء جديد مريقلة فما شيء ترون فرحانة شيخة عاملة جو قابلنا آخر مرة في مطعم فخم اي مطعم فخم يعطيك الصحة سلمت وكل شيء تو تخي جونتي بيان سور بيان سور راني صحيح منشط وقمت ومشيت ريت هي ما راتنيش من بعيد درت هكا والكل انا ديجا كي كلمتوني فرحت على حاجتين خاطرك انت في الليميسيون خاطر برجولي عندك جمهور يدوخ جمهور مش عادي مش عادي تصفيق عليه قلت لكم ساندرا جمهور يدوخ مرحبا بيك ساندرا مليك ساندرا ملوكه مرحبا بيك كيمو شحال معاك في الانستغرام مليك والله نتبع في ستورياتك تبارك الله عليك تخدم وتعرف كيما جماعه تعرف تبيع الحاجه وتعرف تخدم وعندها عباد هكا يتبعوا فيها ديجا ولا تقول جيش مليك كل واحد عمل جيش وما احنا في تونس في الانستغرام تحسهم كل قزرنات كل واحد عنده قزر نتاعو تحية جيش مليك جيش مليك فما جيش ليدي سمارة فما جيش كل واحد نهار تصير حرب كل واحد تهبط جيش اهبط يا جيش وبس تشتكي لبعض جيش اللي هيجوا عليه شايفين اما جيش مليك نمبر 1 راه انتم عليها انت اكثر واحدة نمبر 1 اش فما جديد مليك اش عامل ولا عندي فيلم ان شاء الله مع توم كروز سمعت بيه سمعت بيه سمعت بيه كيف بدك نمشي معك في الخط انا كنت تقول لي اي حاجه سمعت بيه صحيح معناتها في هوليوود في هوليوود مع توم كروز سوغ انستغرام ديجا عملت معاه كولابوراسيون مع توم كروز عملت معاه كولابوراسيون يبيع في كعك الورقه هو مقروض في المقروض ربي يعينك مليك خلينا نمشيو توا يديكم ورا ظهركم مليك وساندرا خلينا نمشيو توا للسؤال نشوفوا قداش فيه من اقتراح في سبعه اقتراحات فما شانس معناها السؤال يقول حاجة ما يجيك النوم كان ما تعمل اوه مليك ساندرا قبل تغسل سنيك تقرا قرآن تقرا قرآن تغسل سنيك تغسل سنيك خرجنا هو في السلام تقرا قرآن تغسل سنيك تغسل سنيك تغسل سنيك وهبطت لها ايميل يعني كل شطرها راسها وصل لها هنا تقرا قرآن تغسل سنيك وحده وحده في السلام وصلت وحده ليه وحده جست عاودني السؤال حاجة تعملها حاجة ما يجيك النوم كان ما تعملها سنيك تغسل سنيك امشي يا ساندرا امشي
كونكتي تاخذ تبربش في التليفون ليه اما ما يجيك النور نشوفوا ما يجيك النور كاين اي يتنجم تنجم اما تحكس لي كنت تقرا القران الكونكتي في المرتبه الثانيه صحيح صادق ملك حاجه ما يجيك النوم الا ما تعملها نتعشى تتعشى يا ملك اي قال تتعشى ما يجيني النوم الا ما ناكل نرقد جيعان كي نبدا جيعان ما يجينيش النوم نتعشى نشوف قالت ناكل اما نكونكتي اقرب نكملوا مع الغنجات صحيح صحيح نكملوا مع ميسوس حسب رايك نورمال ما لموش لي بوان ما تلملهمش دي بوان واحد واحد باهي الطفله ولا طفل ولا اون جينيرال اي عبد قبل ما يرقد حاجه ما يجيك النوم كان ما تعمل اون جينيرال اون جينيرال نتغطى ما نجمش نرقد كان ما نتغطاش ما يجيني النوم ولا ما نتغطى يا دي ما تكسروش نتغطى باش نرقد ما يجيني النوم ولا ما نتغطى والله راني راقده ما تغطيتش خنشوف نتغطى سادي بونت صحيح ديجا ما قالوهاش ما قالوهاش سمر حسب رايك ما نجم نرقد الا ما نتغطى باغ اكزومبل اللي تغطى اخر لا انا ديك اختار هذا اختار نجم كبير كنت بمرقد نغسل نايا نغسل سناية ما نرقد الا ما نحك سناية موجودة صحيح نحك سناية ايمان ما نرقد الا ما نغسل سقايا ولا ندوش داوش ولا تغسل ساقيا ما يرقد الا ما يغسل ساقيا موجودة نقرأ قرآن سلم نقرأ قرآن عبد يقرأ قرآن ما يجيه ولا يسمع قرآن يقرأ قرآن ولا يسمع قرآن شوف يا يقرأ يا يسمع تفرش في المسلسل صحيح برافو نتفرج في فيلم نتفليكس مسلسل تلفزة تبدا تبنن به تلفزة برشا نشوف نتفرج في فيلم تلفزة مازالت إجابة واحدة ميسة إجابة تلبس بيجامة تلبس بيجامة تلبس بيجامة ترقش بحوايجك تلبس بيجاما بيجاما وحدة عاد وحدة تحيد دبشك تنحي دبشك تلبس بيجاما مش ديما نرقد بيجاما تحيد دبشك تلبس دبش النوم زيدي كمل مش ديما نرقد بيجاما بيجاما معناها ما نعرفش كيفاش نلبس بيجاما كيفي بالضبط انا ما نرقدش كان بيجاما فماش بيجاما نتاعي امي مانيش رايح ترقد قول لي ولدي بيجاما نتاعي تبدل حوايجك تبدل حوايجك تلعب بكلاس سبحان الله ترقد كشا باهي بيجاما ديريكت كل مره في ساعات بتجي مفاتح كل مره كيفاش ترقد شوفوا بيجاما ما نرقدش ما نجيب بيجاما البيجاما نتاعي كيفاش مانيش رايح ايش موجود؟ ايش موجود البيجاما؟ هذه قاعدين تتشاور القانون كل واحد وحده يا جماعه والله كل واحد وحده القانون هذيك المشيره هو ما ينجموا حقروني ولا حقروني الغنجيت حقروه الغنجيت سمر وحدك واصل اوكي نغسل وجهي نحي مكياج نحي مكياج تغسل وجهي نغسل وجهي هاي ما نرقدوش بالمكياج ولا نداوش هنشوف لا لا ما قالوا ايش الشقره وين 74 101 قرار بعض تعطينا الاجابه النقاط الكل 100 نقطه كامله باش تمشي اي هم هزوهم الحكم نتاعنا الكل هزوهم صحيت نجموا ترجعوا فازاتكم الحكم نتاعنا ندخل تواليت حشيك حشيك بيت الراحه كلنا نحسبوها صحيحه حسبوها تشاورتوا عليها اي تشاورنا حشيكم وحش قدرتنا ندخل بيت الراحه عبد ما معناها ما يرقد الا ما يشغل لي بزوان شوف ان شاء الله يلا 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 ما قالوا ايش شيت توينزا 89 نقطة شيت للغنجات شيت للغنجات شوفوا الإجابة اللي قعدت شنو الحاجة اللي ما يرقد التونسي إلا ما يعملها من المية اللي سألناهم شنو هي؟ نعمر الفياقة فما شكون قال ما نرقد إلا ما نعمر الألارم ولا نعمر الفياقة هذوما اللي قالوها التوانسه هذوما الاجابات نتاع التوانسه خلينا نمشيو توا للسؤال الخامس السؤال الخامس جيب حدانا ميسل ماجري وئام يحيى مادام جاونا الفنانات في الاخر نحبك توا نعزك نحب نعزك كان باش نعطيك حاجه مش نورمال معناها اسكو تنجم تلقى ما تجاوبوا الا لا باش نقول لك فماش غنايه على البنات ولا حاجه على البيضه هكا وعلى البلوندات وهي باش نقول لها حاجه
على الغنجيت. اي مثلا هاي علي فوس بلوند. علي فوس بلوند. معناها عطر صبيرة. ليش علي فوس بلوند؟ على الغنجه. باهي اعملوا خلينا نشوفوا ايش يقولوا. معناها كلاش من الغنجيت. فوس بلوند ومزيان. خرجوا بحويتي ولا لا طلعينا. راه كبيرة انا جبتني وحدة فيها من غير ما نقول شكون. يا كريم. جبتني في الكواليس قالت لي راهم الكلهم شعرهم مو شاف الصبيغة. وعينيهم مو زرق هذاك اللون كي. ولا لا هذاك حاسين وحدة فيهم. عاودوا تهزوا. رجلتها شعرها. ماكش لبسة لون كي توا يا سمر. ماكش لبسة لون كي انت توا. خلي يعملوا خلي يعملوا. باهي ما تحكيوش فرد وقت وحدة ما تعبر على روحك. الاخضر يا كريم. نفوضك انت عليهم الكل باش تتكلم انت وشكون تفوضوا لهنا باش تتناقشوا فيه الموضوع سيريوز وشكون تفوضوا؟ سلمى سلمى تفضلوا سلمى وناهد خاطر شوفوا شمو ما يسمعوش فينا في الدار وحدك دافع على روحك خاطر قاتل قالوا دي فوس بلوند كيفاش يا سلمى ماكمش لابسين لونتي انتوما؟ انا لابسه لونتي مانيش صبغه شعري اصفر شعري ناتشورال مانيش لابسه اكستنسيون والبومباج اللي من تيلي اكستنسيون شعري شعري هذيك ماهيش اكستنسيون بومباج لا لا شعري شعري انا ناتشورال باغ كونتر اكستنسيون 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 لمن استطاع اليه سبيل ولا توا استطيعوا اليه سبيل ربي اسمع قول يا خنجه كي جيتي شعرك انت انت زياده باش تتخيل هكا والاكستنسيون الشعر والبومبي والسيد والزينه الزين الحادث نحكي على نحكي على الشعر كل شعر بدهم يشوفوا يا شعر يا شعر يا ماما يا ريحه يا تلقيحه يلي الشيطان يشوفك يقول لك يا ابيحه كريم 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 كلمه بالحق والله بلوند ولا برون نورمال هذيك ربي كيفاش خلقنا نورمال فوس ولا لا اما انا عندي اعتراض على حاجه وي اي عامله ميكس بين لي بلوند واللي برون الفوقاني نتاع شعرها تبعنا واللوطاني تبعنا الفوقاني شو ساعه وين هذا قاعد الرانا تورين لا تورين اخذلي ما عايش هي بقى هي قريبت لي ليا الجمهور عم يتفرج ناتوريل باربي باربي الحمد لله كريم في الكواليس انت الاخرى انت شو اسمها باربي شو اسمها لا لازم الزوز مزيانين هما انتم هما محلاهم الجمهور محلاهم الناس كل محلاهم خزر مش عندي بلد يا كريم في الكواليس قاعد نراه من قريب مش كيما من قريب راكم كيما من بعيد باهي اش نقول لك يا كريم في الكواليس خميك يلوجوا على بيروك اكحل باش يجيو معانا سي با فري عمي انت اول وحده زوز سي با فري دو تو انا نحب نقول حاجه كريم صبرا يا صبرا في روحي نبديك صبرا يا صبرا انت ليا وانا ليك صبرا يا صبرا يا صبرا في روحي نبديك صبرا يا صبرا
احمر بارتي. ساده المشاهدين 289 للغنجات 74 للشقراوات، تقابلوا في الجوله الثانيه من ملاتوات. مازالوا لكم بعض دقائق وتربحوا اشترى المبلغ اللي باش تربحوا العائله الفائزه معانا الليله. ابعثوا لنا اس ام اس في حرف ام على الرقم 85 811.